القدم الإماراتية وتفاصيل حياة لاعبيها اليومية في الملاعب في فيلم أجنبي بعنوان إنها منافسة. يشعرك بأنه قادر على إضافة هدف ثاني قوية. أهلا من جديد. أطلق رجل الأعمال اليوناني لوبوسيوس مبادرة لتصوير فيلم سينمائي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط حول كرة القدم الإماراتية بمشاركة 2 من النجوم هوليوود وأربعة فرق إماراتية. الفيلم الذي سيبدأ تصويره لاحقا يعتبر رياضيا دراميا بعنوان إنها منافسة، قصة حياة لاعبين الأول إماراتي والآخر أجنبي يلعبان في الإمارات ويتناول حياتهما الكروية والاجتماعية. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو كاتب الفيلم ومنتجه لوبو سيوس. صباح الخير طبعا سيد لوبو، خلينا نبتدي نحاول بس نفهم شوية تفاصيل أكثر عن الفيلم ولماذا كرة القدم تحديدا في الإمارات. السلام عليكم. صباح الخير. قررت أن أبدأ هذا الفيلم عن كرة القدم بالتحديد أولا لأنه لم تكن هنالك ما يكفي من الأفلام عالميا حول كرة القدم كمحتوى رئيسي، والإمارات هو مكان جيد للعمل تحديدا مع هذا النوع من المشاريع لأن كرة القدم تنمو هنا عبر فترة طويلة من الزمن مع المدربين الجدد والفرق الجديدة. ثانيا دبي كمدينة ليست فيها أفلام كثيرة، فهو مزيج بين صناعة كرة القدم هنا والمدينة كدبي وأسلوب حياتها، وهذا الشيء لم يبرز كثيرا في الماضي ونستطيع أن نوفره لسوق الأفلام في هذا الوقت. طيب ما هي المحاور الأساسية التي سيركز عليها الفيلم؟ هناك أهداف مختلفة للأفلام، أولها هو المساعدة الأطفال لكي يكونوا نشيطين بدنيا ولتحفيزهم للمشاركة في الرياضة وكذلك ليكونوا نشيطين أكثر وليس فقط كمشاهدين للرياضة بل لتشجيعهم وتحفيزهم على القيام بالمزيد من الأشياء. والإضافة إلى ذلك فهو يستطيع أن يساعد فرق كرة القدم ولإدراك إمكانياتهم في تقييم فرص التسويق المختلفة وإدارة المباريات واللعبة بشكل محترف أكثر. طيب من هم نجوم هوليوود الذين سيشاركوا في الفيلم؟ Who are the stars? Yeah. هناك شخصيتين ممثلين من هوليوود رئيسيين سيظهران هنا في دبي، الأول وهو ماثيو بيري وهو المشهور من مسلسل فريندز وهو وجه مألوف جدا للجميع، ومسلسل فريندز حقق نجاحا كبيرا عبر فترة طويلة من الزمن. والاسم الثاني لا أستطيع أن أكشف عنه في هذا الوقت، ولكن أستطيع أن أقوله أن الثلاث شخصيات الرئيسية سيكون مقرهم في الإمارات وشخصيات أوروبية ولاعبين أوروبيين، وأيضا سيشارك لاعب إماراتي وأيضا أنثى لبنانية. طيب متى سيبدأ تصوير الفيلم؟ ننوي بدء تصوير الفيلم في أسرع وقت، ونحن الآن في مرحلة ما قبل الإنتاج ونأمل البدء في نهاية فبراير، ومن المهم أن نبدأ التصوير في أسرع وقت لسببين: أولا لأن الجو مناسب جدا للتصوير الآن، وثانيا لأن هنالك فرق حقيقية مشتركة من دوري كرة القدم وسينتهي في نهاية أبريل، وبالتأكيد أكيد من المهم جدا أن نتمكن من إطلاق الفيلم في فترة الصيف كأس العالم قادم في البرازيل، والناس يتطلعون لشيء متعلق بكرة القدم في السينما. طيب هل سيتم تصوير كل المشاهد في دولة الإمارات أم في الخارج أيضا؟
The movie, الفيلم سيتم تصويره بالكامل في الإمارات، ولكن أكثر من 90% من الفيلم سيتصور في دبي، وفيه مشاهد مختلفة وعصرية وأخرى تقليدية، وهناك بعض المشاهد في برج خليفة ودبي مول وسوق مدينة جميرة وبعض المناطق التقليدية مثلا شارع جميرة وميركاتو مول، وسيجعله مشوقا. وأيضا في أبو ظبي لدينا الكورنيش كأحد مواقع التصوير. طيب، نحن بنتمنى لك طبعا التوفيق في فيلمك، وبنشكرك على وجودك معنا وعلى هذا الاستعراض السريع للفيلم. كان معنا في الاستوديو كاتب الفيلم ومنتجه لوبو سيوس.